يا هلا فيكم من جديد. وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير خطاب شديد اللهجة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة في أعقاب رصدها لمخالفات تقع فيها بعض الفرق القابضة في قضايا الجرائم المعلوماتية، ومطالبة بالكف عن استدراج المتهمين بجرائم الأعراض والتقيد بنظام الإجراءات الجزائية وحث منسوبيها على التمشي بموجبه بحسب ما نشرته صحيفة مكة لهذا اليوم. الموضوع شاهد تفاعل كثير في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين متعاطف ومؤيد مثلا لهذا الإجراء وما بين مبرر لهذا التصرف، ولكن خلونا نتطرق لهذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستديو، حيث ينضم معنا في الاستديو عضو هيئة الصحفيين السعودية والأكاديمي السابق أستاذ دحام العنزي، كذلك ينضم معنا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ثامر السكاكر. حياكم الله معنا، شكرا لتواجدكم على طاولة برنامج يا هلا. أبدأ معك أستاذ دحام، يعني طبعا بس بقول نقطة، يعني انتقاد الهيئة أو جهاز الهيئة هو مثل انتقاد أي جهاز حكومي موجود، وبالتالي أحيانا يكون عندنا حساسية من أن ننتقد، لكن إذا كان الانتقاد بهدف التحسين التطوير بالتأكيد يبقى مقبول يعني. وهذا توجه قيادتنا يعني حفظها الله في مسألة أنه الترحيب بباب النقد الذي من خلاله نستطيع أن نرتقي بمستوى الأداء في كل جهاز حكومي، والهيئة هي تبقى جهاز حكومي. خليني أبدأ معك دحام، التفاعل والحقيقة يمكن بالتحديد خليني أبدأ معك من وسائل التواصل الاجتماعي، كان في تفاعل كبير مع هالموضوع، كان في هاشتاج يتحدث عن هذا الموضوع، استدراج أهداف بصور غير أخلاقية أو بطريقة غير أخلاقية من قبل بعض منسوبي الهيئة هيئة عسير. الناس كان بعضهم من هاجم الأعضاء وممارساتهم واستشهد بقصص وروايات سابقة، هناك من تعذر لهم وبرر هذا الخطأ بأنه يذوب في بحر حسنات الهيئة وما تقدمه، والبعض وقف في المنتصف يقول خلنا ننتظر وش تقول الهيئة وتوضحوا من ملابسات حول هالموضوع. أنت وش رأيك؟ أولا شكرا للاستضافة، وشكرك وشكر للبرنامج والقناة. ثانيا يعني أنا أعتقد أنه إذا كان حقيقة ما حصل أنه فعلا هذا التقرير يعني مثبت حقيقة أنهم يستخدمون هذا الأسلوب، فهذا يعني ابتزاز للمواطنين، وهذا يعني خروج حتى عن كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، والحقيقة أنه تجاوز لسلطتهم وتجاوز لكل الأعراف المتفق عليها سواء بالقانون أو حتى عرفا عند المجتمع. أنا أعتقد أنه جهاز الهيئة أحد الأجهزة الحكومية اللي يجب أن ننظر له كما أشرت أنت أنه جهاز من أجهزة الحكومة، يعني انتقاده لا يعني انتقاده من الممكن أن ننتقده وليس له قدسية وأفراد ليس لهم قدسية، وأنا أعتقد أنه هذا الجهاز أصبح في حالة تصادم مع المجتمع الحقيقي بغض النظر عن هذه الحكاية اللي حصلت. ليش حالة تصادم طيب؟ أخي الكريم إذا كان حتى الناس ما بين أوكي متعاطف ما بين مبرر ما بين يعني اختلفوا الناس في تعاطيهم مع هالموضوع. سيدي الكريم المفهوم الحسبة هو أن ترسل رسائل يعني توعوية وإرشادية للمجتمع حسب يعني من تاريخنا الإسلامي، لكن حكاية أنت مطاردة الناس وتجسس عليهم ويعني وصلت المرحلة أنه أحيانا عندما يعني يفتشون جوالات الناس، طيب أنت ما أنت مسؤول عن تجسس على خلق الله ولا بالأسواق هذه وش تقرب لك ولا تغطي مرة ولا الهيئة والحسبة لها مفهوم أكبر يعني بالمفهوم الإسلامي يجب أن تكون رسائل إرشادية توعوية تقدم للمواطنين، أيضا نوعية الناس العاملين في الهيئة يجب أن يكونوا شباب مثقفين جامعيين وليس يعني أغلب يعني مو أغلبهم لكن بعض كثير منهم الناس الميدانيين هم ناس يعني مش معقول إنه واحد كل شهاداته إنه والله أنا يعني المفحط سابق ولا يعني تائب سابق إنك تجيب لي يعمل في عمل ميداني. أول الجهاز هذا نحن لا نحتاجه في الميدان بصريح العبارة، المجتمع لا يحتاج هذا الجهاز في الميدان بقدر ما يحتاج إلى رسائل توعوية تبث عبر وسائل الوسائط الاجتماعية أو عبر منابر الوعظ الديني من الممكن، لكن ينزل الميدان يعني هذا عمل الشرطة، هذا عمل المباحث. ثانيا يعني سؤالك من حكاية يعني الترصد هؤلاء الأشخاص برسالة رسائل إباحية وصور إباحية من أجل القبض عليهم، هذا أسلوب غير إنساني. يعني الأجهزة الأمنية أخي الكريم، الأجهزة الأمنية التي لها حق الضبط ولها حق إلقاء القبض، هناك المباحث، هناك الشرطة، هناك أجهزة أمنية بإمكانها استدعاء هذا الإنسان وتجيبه من تحت الأرض. إحنا على قرية كلنا نعرف خيه، لا يحتاج إنه والله الهيئة ترسل له صور إباحية عشان تغريه أو ترسل له صور عارية أو صور فاضحة. إذا ثبت هذا التقرير فالحقيقة أنها يعني يعني وصمة عار في جبين
العمل يعني الحكومي وليس عمل. طيب الهيئة. طيب الهيئة علقت على الموضوع في حسابها في تويتر حسابها الرسمي وقالت أنها تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق الإجراءات الجزائية، وكانت ترد على بيان هيئة التحقيق. والله أخي الكريم إذا كان تدعى العام بس بقولك نقطة طبعا. وقالت من يخالف النظام من منسوبية سيطبق عليه النظام. الكلام انه يعني هناك من يقول هذا اخطاء افراد، ليش نجي احنا وكاننا نستغل هالاخطاء الافراد وقاعدين نتكلم عنها ونعطي العموميات وننتقد جهاز الهيئه بشكل عام؟ لانه هؤلاء الافراد يا اخي في تواصل يومي مع الناس في الشوارع في المجتمع، يجب ان يفهم يعني التيار التطرف وتيار التشدد اللي الهيئه جزء منه، يجب ان يفهم ان نحن ايضا مواطنين لنا حق في بلدنا، هم يعيشون معنا ونحن يعيشون بيننا. اذا وصلت المرحله الى ازعاج الناس ومضايقاتهم في الاماكن العامه وفي الاسواق، يعني بمعنى انت لو تروح اي سوق تلاقي الهيئه يعني شغلتهم، انت بدل ما تشوف اسعار خلينا نقول ارتفاع الاسعار في المحلات وتشوف ليش هذا مرتفع وتخاف الله في الناس تقول والله انت يا البائع الفلاني في المحل الفلاني السعر هذا مرتفع، بدل ما تشوف المرضي وش لابسه ولا عيونها طالعه ولا اشياء بسيطه. انت الحسبه هي يعني حتى بالمفهوم الاسلامي كان عمر الخطاب يضعهم في الاسواق عشان يشوفون هالاسعار يعني هذا التاجر هل يغش في تجارته ام لا، مو مسؤول يشوف الاسواق هذه لابسين برقع ولا لابسين مدري وش ولا، يعني بصريح العباره المساله مضايقة جدا. اولا فقدوا حتى تعاطف المجتمع معهم كلهم، بمعنى المتعلم وغير المتعلم كل الاشخاص عندهم فوبيا من الهيئه. لماذا؟ ليش الهيئه بالنهايه جهاز حكومي؟ نقده اصبح مشكله الان. انت الان اشرت الى نقطه انه بالامكان نقد الاجهزه الحكوميه، جهاز الهيئه كان اصبح له تقديس لرجال التقديس وهذا خطا. هو جهاز زي المباحث زي الشرطه زي الجوازات زي المرور، بامكانك تنتقد اي شخص. وحكايه انه والله يعني رئيس الهيئه يقول انه المحاسب انه الافراد الذين يعني يفعلون هذه الاشياء يتم محاسبتهم جيد، لكن نريد ان نريد ان نعلم كيف تم محاسبتهم. هناك اشياء ويمكن الاستاذ الفاضل عنده يعني طيب. قضايا لم يتم محاسبتهم يعني الى الان. طيب هذا ازعاج المجتمع حقي، اصبح المجتمع في حاله تصادم مع افراد الهيئه. طيب خليني بكمل معي، بس خليني اسال ثامر من الناحيه القانونيه. ثامر، استدراج مخالف الجرائم المعلوماتيه بالمراسلات اللي تدعو المخالف الى فعل الجريمه او تضمينها كذلك، تضمين هالمراسلات صور غير اخلاقيه كما ورد، كيف تنظر لهالموضوع من الناحية القانونية؟ طيب بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أجاوب على سؤالك لعلي بعلق على أستاذ دحام في كثير من الأمور. بداية مسألة أنه يحدد جهاز الهيئة، تحدد أعماله وفق الكلام قال أستاذ دحام. في كثير من الكلام ما أتفق مع أستاذ دحام فيه نهائيا. جهاز الهيئة لديه أنظمة زين تحكمه، تحكم تصرفاته. جهاز الهيئة ليس مسؤول عن الأسعار بالأسواق، أنا عندي وزارة التجارة، أنا عندي ولي الأمر وضع أنظمة وشرعت أنظمة هي تحدد اختصاص كل جهة بما لا تجاوزها. مسألة أنه الهيئة لها تعامل في الميدان، نظام إجراءات الجزائية نص على أنه من رجال الضبط رئيس رؤساء مراكز الهيئات، فأنا مستحيل أن يجي أهمش دور الهيئة. إحنا اليوم لما نجي نتكلم عن جهاز الهيئة ما أتكلم عن جهاز الهيئة كجهاز أنه والله مضايقني أو مسبب لي، لا أنا اليوم أطالب جهاز الهيئة بأن يكون أفضل وأني أتكلم ليكون أفضل. زين جهاز الهيئة إحنا نعرف مقدار الجود، كثير من خلينا نقول مصانع الخمور الموجودة لما تروح للشرطة تبلغ يقولك ما لنا علاقة رح للهيئة. قضايا الابتزاز آلاف القضايا أنهتها الهيئة ورقم الابتزاز معروف، فإني مسألة إني أجي وأخلط الحسبة مثلا بما يتعلق بالأسعار أو غيره بخلنا نقول المصطلح صح المصطلح المعروف أو غيره، لا أبدا. الحسبة لها أنظمة تنظمها، لها نظام إجراءات جزائية يحكم رجال الضبط فيها، لدي جميع الأنظمة التي تنظم كل هذا العمل. وما وضعت هذه الأنظمة في هذه الدول سواء في المملكة أو غيرها إلا لتمنع الاجتهاد. أنا هنا أوقف اجتهاد أي شخص، ونحن اليوم حديثنا عن الهيئة، ولما نتكلم عن الأجهزة الثانية فالباب مفتوح. صحيح. جيد. فهذا ما يتعلق بكلام أستاذ دحام على عجالة. طيب نظرة قانونية لهذا التصرف. طيب نجي الآن مسألة استدراج. أنا عندي تعاميم صادرة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1413 وكان رقمه 182 تقسيم 1 فيما يتعلق بقضايا الأعراض، أنه ما يتم استدراج المتهم ولا التغرير فيه ولا مساومته من أجل القبض عليه متلبس بجريمة مهما كانت المبررات. أنا عندي نصوص نظامية تحكمني، أنا عندي تعاميم تحكمني. أين الخطأ هنا؟ الخطأ أن هذه التعميم لا يعلم بها أحد،
مثل هذه التعاميم عندما تصدر يجب أن تنشر. لا أحد من العاملين في جهاز الهيئة ولا حتى من الجميع. لا أنا أبي العامة. أنا لما أصير اليوم ثامر محامي وجاي عندك ضيف أستاذ خالد والتعميم هذه حصلت عليها بشق الأنفس وبالتليفون وعندك التعميم المتعلق بموضوع فلاني عشان لما أجي وحفاظا على مصداقيتي شخصيا ومصداقية البرنامج لازم أجي أنا برقم تاريخ، ما أجي أقول كلام وأنا ما أسست له قانونيا. أنا أقول اليوم حتى خطاب وكيل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر رقم 669/9 وتاريخ 1413 أيضا بخصوص عدم جواز التغرير بالأشخاص في القضايا الأخلاقية من أجل القبض عليهم متلبسين أو الاتفاق بمال فيما يتعلق بأعمال القوادة وغيرها. بالمقابل عندي تعميم لوزارة الداخلية متعلق بهذا الأمر. اليوم لازم نعرف شيء مهم، مبدأ الستر. أنا الله ساتر على شخص في القصة المعروفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين عندما استمع لناس كانوا يشربون الخمر داخل منزل ثم دخل عليهم ثم أصبح بالأخير أنه عمر بن الخطاب أقر بأن ما فعله خطأ. حنا اليوم نقول الستر. أنا لما أجي اليوم أستاذ خالد وأجي أحاول أراقب الناس وأحاول أتصيد عليهم أو أغرر فيهم لأختبر إيمانهم زين، أنا ما ولاني ربي على الناس إني أجلس أنا أقرر هل إيمانهم قوي أو ضعيف، هل هم يقفون أمام الشهوات أو لا. طيب من ناحية قانونية الحين جاوبتك من ناحية قانونية التعميم، يعني وش الإجراءات بحق من يخالف النظام مثلا من أفراد الهيئة؟ من أفراد الهيئة تطبق عليها نظام الخدمة المدنية في تجاوزاته، إما يتم لا إله إلا الله ما يتعلق بالإنذارات وغيره، وهذه لها يعني نصوص. يقدر يرفع عليه قضية مثلا اللي تم المتضرر بالحق الخاص بدون شك. شوف التقاضي مكفول، وبالمناسبة حتى كانت هناك بعض القضايا صعب قيدها، الآن بإمكان أي شخص أنه يتجه لديوان المظالم يرفع قضية على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا الشيء يشكر فيه الدكتور معالي الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم. أصبحت الآن حتى قيد الدعاء والفترة الحالية أصبح بشكل أفضل من السابق. اليوم أنا لما أتكلم بالتعميم أنا لكي أجيب على سؤالك وأقول نعم ما يقومون فيه من صنع قضية، لاحظ يا أستاذ خالد أنا أقول أن يصنعوا قضية، هذه مصيبة. طيب خليني أسألك وش الخط الفاصل ما بين المراقبة والتجسس؟ يعني أحيانا مثلا تفتيش مثلا جوالات بعض مثلا المقبوض عليهم على سبيل المثال والاطلاع على ما بداخلها مثلا مثل ما القصة هذا اللي صارت مثلا يعني الاستدراج بهذه الطريقة، كيف انت رأى؟ والله أخوي خالد يعني أنا أول شيء قبل أجيب على سؤالك ودي أعقب على أخوي ثامر، يعني هو ينظر لها من ناحية قانونية جيد. أنا حقيقة لا أفهم كثيرا بالقوانين، لست قانوني ولا محامي ولا مهتم حقيقة بال يعني الرقم والتاريخ الذي يقوله أخي الكريم، أقصد لا أعرفه. لكن نحن لسنا في يعني لسنا في مجتمع يعني ثقافة القانونية موجودة كبيرة أو يعني قوية وحاضرة بقوة. أنت يعني عسكري في الشارع ممكن أنت عارف أنك لا يستطيع يعني بالنظام لا يستطيع يمكن إيقافك، لكن يوقفك ويوديك للقسم والمرور والشرطة. فالنظام يعني هل نحن نناقش المسألة من ناحية اجتماعية بحتة. طيب. من ناحية المجتمع وإزعاج هذا الجهاز. طب أعطي رأيك بما سألتك يعني ما بين التجسس والمراقبة. الله سبحانه وتعالى حتى في كتاب الكريم يعني عندما في ذكر في سورة يوسف يقول فتحسسوا من يوسف، لكن هو ذكر أيضا الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا. التجسس هو أنك تتبع عورات الناس، أنك يعني تبي تشوف هالإنسان هذا مثلا اثنين ماشيين في السوق انت تفترض ان علاقتهم انهم ما يقربوا لبعض، فيجي رجل الهيئه ويسالها هذا تجسس، ايش يسوون هذول، ايش يعملون هذول، اعطني جوالك، انت مالك ومال جوالي. يعني احنا نتكلم يا اخي الكريم في هالبرنامج، البرنامج هذا جماهيري الناس تشوفه، فما نبغى ننظر، نبغى على ارض الواقع الحقيقه تطلع لي سوق، السوق اللي احنا فيها الان انزل تحت مثلا ولا السوق المقابل لما يجي رجل الهيئة إلى يعني اللي يهم الناس، لما يجي رجل الهيئة إلى بعض الناس أو نتسوق غطي عيونك اعمل عيونك. احنا بنتكلم عن الهيئة كجهاز أخي الكريم، الهيئة يجب أن يكون دورها الحقيقة يعني توعوي للناس، رسائل إيمانية يعني رسائل تثقيفية رسائل توعوية جيد. ولكن يعني الآن استدراج بالطريقة اللي تكلمت عنها قبل شوي، تكلم عن أخوي ثامر قانونيا أنه والله إنسان شخص عليه قضية معينة يتم استدراجه، إذا صدق التقرير أنه يتم استدراجه بإرسال صور إباحية له أو صور هذا تغرير نوع من نوع التغرير. طيب. حتى الله سبحانه وتعالى ما يرضاها يعني. طيب أخيرا بس يعني باختصار ثامر إن وقتنا انتهى، تفتيش جوالات المتهمين أو المضبوطين هل هذا يحق من قانونيا؟ طيب ما يتعلق بتفتيش الجوالات قبلها عشان أجاوب، ما يتعلق مسألة التوعية والدعوة هذه مختصة فيها وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد والأوقاف والدعوة والإرشاد. لا ما يمنع حتى الهيئة تقوم بحملات. لا لا تقوم يا تقوم بحملات. حملة الصلاة اللي سوتها الهيئة كانت جدا رائعة. أن تقوم بحملة اجتهادا منها فتشكر زين وتذكر. لكن أنا أتكلم أن أستاذ دحام قال أنه إحنا نتكلم بشكل اجتماعي، الاجتماع مربوط بالقانون. إحنا وش مشكلتنا؟ أن أفراد الهيئة يدربون وأفراد الشرط يدربون، لكن بعد أن يدربون ما الذي يتم؟ لا يتم اختبارهم والتحقق من جدوى هذا التدريب. أنا لما أدرب عضو هيئة التحقيق على نظام مثلا الإجراءات الجزائية لابد أن يطبقه. أجاوبك على سؤالك أساس وقتنا سنجاوبنا طيب عليه. في تعميم وزير الداخلية بعام 1427 ما يتعلق أنه خاطب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام معالي رئيس الهيئة بما يتعلق بالتفتيش، وأجابوا أنه لا يجوز تفتيش الأجهزة إلا في حالات التلبس فيما يتعلق بالجريمة. مثلا ضبطوا في معاكسة من خلال الجوال، يجوز تفتيش الجوال في هذه اللحظة، لكن إذا ضبط الشخص في أي جريمة أخرى لا يحق أن يفتش جواله. طيب شكرا لكم، شكرا للأستاذ ثامر السكاكر المستشار القانوني، شكرا للأستاذ دحام العزيز عضو هيئة الصحفية السعودية والأكاديمي السابق. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد الفاصل نعود لكم.